يوم 11 رمضان ان شاء الله يا ربي يكمل يتعدى. مبروك عليكم دونك من 9 حتى النص نهار. ومعنا ايمان. عسلامة ايمان. صباح الفل نوفل. صباح الخير لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. ان شاء الله نهارهم مزيان. ان شاء الله نعديو قهوة حلو كيف العاده في ديما لاباس. ان شاء الله يا ايمان. بلال المساوي مرحبا بك. صباح الخير نوفل. صباح الخير الناس الكل يسمعوا فينا وين ما كانوا. هاني نوجه لك تنبيه قدام الساده المستمعين. بلال المساوي الكلنا نجيو بكري. بلال المساوي يجي مع فقرة سبور مع تقبل الحصة ب 30 سكوند. قلت له يا بلال عمل حسابي يصير شيبان، عمل حسابي يرفلوها بوليسي الكراه بتاقف، عمل حساب اكسيدون لا قدر. راك اي حاجه تصير في كيس راك باش تجي روتا. صباح كي تقول صباح الخير قاعد بحذاك تقول صباح الخير بلال المساوي نجيبك في الوقت. اي ولكن انا ما يقعدش الصوت ما انا صباح الخير وما فماش باهي بلال. هاو يا ساده المستمعين نهار اللي ما يجيش بلال رانا الكل باش نتشمتوا فيه. راني باش نطلب المدير في اللايف ولاول مره باش تعطى عقوبه لكرونيكر في المباشر. ربي يبقى لك. صباح الخير نوفل. صباح الفل والياسمين ليكيب الكل وساده المستمعين وين كانوا يسمعوا فينا بالطبيعه. مرحبا مرحبا. عايشك سفيان. صباح الخير. مش هذه مشكلتي. اش طيبت البارح؟ يا ودي اسكت. صار فيا البارح ماني رقدت. اش صار سفيان؟ رحت رقدت. رقدت فقت سته ودرج. سته ودرج عرفتك. خزرت الكوجينه رميتها كلها على بعضها. يخرج ماني عارف روحي باش نعمل باش نعمل. ما فقش الارهاق. الحصه هذه برق. لاحظتها ولا ايش طيب في الاخر؟ ايش طيب؟ ها؟ ايش طيب في الاخر؟ في الاخر شربة دخلت. تشيش اسمعني. تشيش يبطا. تلموت خلوضت. عندي طرف بجوج بابلوب. طرف شوابي طرف سوبيا. وعندي ياكل بابوش. بابوش البحر ما قلناش على البابوش قاسم. اه ايه زي ما قلناش شوي اخر يخرج كروفيت راه لحظه برك. لا ما كروفيت رميتهم مع بعضهم يا لطيف. جات في الويك مان. هاي وشنو مع شربة تشيش؟ لوبيا. وطيب في ساعة قربا لوبيا؟ لا لوبيا خليناها للسحور كانت. علاش ما عملتش ليفريزون مثلا؟ علاش ما خرجت فطرت لبرا دللت روحك؟ نفطر برا. انا من عندي ثقه كان في مكيلك ومكلت المدام ما شاء الله ربي وبارك فيها والله. ويمنع ويمنع موجوده ويمنع. تقوم الستة وربع ايمان تنجم تحضر فطور شقة مفطر في نص ساعة؟ ليه انا هز روحي نمشي بعضهم. سهلة الحياة سهلة الحياة شدتها لنا خاطر احنا في الغربة. اي والله الحياة. ربيب طيبت انا امبارح طيبت عملت شربة مرقة جلبانة عملت سوفلي والله بنين جاي مش نورمال. صحة صحة حرة راه والمستمعين اللي يسمعوا فينا راه ما شاء الله عليها الطفلة هذه. فما واحد يشتهي سوفلي بات. سامحني سوفيان واحد يشتهي سوفلي. اي والله انا شتيته. ساعة قاعد نذكر فيه يا ما هو منهم. كل يبدا بالعجة. اما مش كيما هذيك اللي في الشارع. اي واحد يبيع سندويتشات متحايل ما نفهمش المقلوب السفود البرعود يسميهم برشا سامي هو الخبز كي الملاوي هو فيه. اي ما انا ديما الحشو مش مشلوش. الفيلم مشلوش من داخل. شنو مشلوش؟ اي هذيك هو. اي اما مش نفس من داخل. مش نفس الحشو. حشو حاجه اخرى جبن وطن وفازيت. واضح. يلا فاصل بعد نبداو في الفيديوهات نتاعنا وفي الاغاني وفي برشا فقرات تستنى فيكم في ديما لاباس اليوم على ديما نفهمها.